ثلاث سنوات فقط من إطلاقها صوب السماوات المفتوحة التي لا تعترف إلا بالاحترافية، والاحترافية فقط كانت كفيلة لقناة كن أول من يعلم لتشق طريقها كبيرة على صغر تجربتها وسط الكبار وتحوز على جائزة المحترفين، جائزة خاصة خصصها عملاق البث الفضائي أوتيلسات لمجمع الشروق الذي يضم خمس قنوات تبث على ترددات القمر الصناعي أوتيلسات 7، باقة لبرامج متنوعة تستقطب عبر أزيد من 5.7 جهاز استقبال، وتقابلها مشاهدة جماهيرية قياسية يدشنها ملايين الجزائريين وغيرهم. المشاهد الجزائري وجد في باقة قنوات الشروق ولا شك نافذة على الجزائر العميقة ومتنفسا للترفيه والمتعة. أهنئ جميع عمال وصحفي قناة الشروق ميغ أشدي بهذا التتويج الكبير الذي شرفنا وشرف الجزائر والإعلام الجزائري، وهو في الحقيقة تتويج مستحق لأن شروق نيوز حققت في المدة الأخيرة مكاسب وانتصارات كثيرة ونجاحات متعددة على مختلف الأصعدة. طبعا هذا التتويج يأتي لتوج أيضا النجاحات التي حققها مجمع الشروق وخاصة قناة العامة شروق تي في اتش دي التي تحتل الصدارة منذ انطلاقتها عام 2012 في الجزائر والمغرب العربي. شروق نيوز اتش دي كأول قناة إخبارية اتش دي في المغرب العربي هو مفخرة للإعلام الجزائري ومفخرة لجميع المشاهدين الذين يتابعوننا والذين يعتبرونهم رصيدنا ورأس مالنا، أيضا نهدي لهم هذا التتويج، وكذلك جميع الزملاء في القنوات الجزائرية الذين حضروا معنا هذه المناسبة. مزيد من النجاحات، مزيد من المكاسب، وشكرا للجميع. العملاق الأوروبي الرائد في مجال البث التلفزيوني الفضائي أوتيلسات، وفي بيان رسمي له بمناسبة تكريم الشروق، أشاد بمصداقية واحترافية القناة الفتية التي رفعت التحدي بالانتقال في وقت وجيز من البث بتقنية SD إلى تقنية HD، واستطاعت بذلك أن تتربع على عرش السمع البصري في الجزائر وشمال إفريقيا. الشروق وطاقمها الشاب استطاع أيضاً أن يصنع التميز التقني وبريقه ومتعة المشاهدة فيها، فخطف بذلك الأنظار في محفل دبي على تقييم مستوى الإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط بمعايير لا يرقى إليها الشك، كما استطاعت بفضل ما حققته في السنوات الماضية أن تفرض نفسها كرقم لا يستهان به في معادلة الإعلام المرئي. ألف مبروك لمجمع الشروق وللجزائر.